وللمزيد حول الأزمة السياسية التي يعيشها السودان والاتفاق بين القوى المدنية والمجلس السيادي، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق إبراهيم الرزيقي. أهلا بك معنا أستاذ الصادق. عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي للسادة المشاهدين. حياكم الله أستاذ. يعني جدد عبد الفتاح البرهان مع بدء المرحلة النهائية للعملية السياسية جدد التعهد بانسحاب الجيش من السياسة وتسليم قيادة المرحلة القادمة للمدنيين بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المكونين العسكري والمدني. السؤال هنا، هل تتوقع أن يكون البرهان جادا هذه المرة في تنفيذ ما اتفق عليه؟ أولا، القضية هي ليست جدية برهان من عدمها. القضية الآن أن السودان واقع بالكامل تحت الوصاية الدولية، والسودان الآن يدار من الخارج ويدار من محاور متعددة. أولا، الرباعية التي تتشكل من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات هي التي تدير أمر هذا الاتفاق الآن، وهي التي تحاول إرجاع ما يسمى بقوى الحرية والتغيير، وهي أحزاب ضئيلة الحجم صغيرة تتكون من بعض المرتبطين بدوائر صناعة القرار الغربي هم عملاء، هي حالة شبيهة بحالة العراق بعد احتلاله من الجانب الأمريكي. فلذلك تدير هذه الآلية مع الآلية الثلاثية ثم الرباعية مع بعثة الأمم المتحدة، وهذه الدول هي التي تدير السودان حاليا، وهي التي تحدد المواقيت وتحدد الأجندة وتحدد المراحل. ما يجري في السودان هو تعبير حقيقي عن قيام الإرادة السياسية الوطنية في السودان. لا توجد الآن إرادة لدى المكون العسكري الذي اعترف فيه نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي، اعترف أنهم قد أرقموا على توقيع هذا الاتفاق، وأن السفارات الموجودة في الخرطوم هي التي تسيرهم في هذا الجانب. كذلك الأحزاب التي وقع فيها ليست كما هي أحزاب صغيرة، أحزاب معزولة، ولكن أرادت القوى الغربية أن تضع هذه الأحزاب رغما على الشعب السوداني، لأن هذا الاتفاق الإطاري مرفوض من القوى الحية والكتل الكبيرة لدى الشعب السوداني. ومن عجب أن بعض الدول العربية في الخليج التي لم تعرف شيئا عن الديمقراطية ولا عن التعددية الفكرية ولا التعددية السياسية هي التي حاولت بالأمس في هذا الاحتفال أن تعطي شعب السودان درسا في الديمقراطية وفي الحرية. والشعب السوداني منذ أن استقلال السودان هو شعب نعم بالتعددية الفكرية والسياسية ومارس الديمقراطية، فلذلك هذه العملية لن تتقدم. كل الذي يحدث الآن والاستعجال للمرحلة النهائية هو في سباق مع المبادرة المصرية. المصريين أيضا تقدموا بمبادرة، وهذه المبادرة حاولت أن تجمع كتلتي الحرية والتغيير المنقسمتين على نفسهما، وحاولت أن تجمع أحزاب أخرى، فتم تحديد موعد لبدء العملية وفق ما تفضلت به حتى يقطع الطريق أمام المبادرة المصرية. هذا هو الذي يحدث في السودان. نعم، صراع حول السودان، محاور خارجية متعددة تتصارع للسيطرة حول السودان ومقدراته وفرض إرادة على شعب السودان. طيب سيد الصادق، وفق المعطيات التي ذكرتها، هل تلمس الآن اتفاق دولي لربما على الموضوع السوداني، أم ما زال الصراع محتدما بين الدول؟ لا يزال طبعا هنالك صراع. أولا، إذا كانت مصر هي جار السودان الشمالي وهي الأكثر معرفة بأوضاع السودان، تحاول أن تطرح مبادرة أخرى، وهذه المبادرة يمكن أن ينتج عنها إعلان سياسي جديد، وتجري محاولات لجمع الفرقاء من أطراف الأزمة السودانية مع بعضهم البعض. هذا هو الذي يجري في السودان. الآلية الثلاثية من الأمم المتحدة وبعض الدول الأخرى هي التي تحاول الآن أن تقطع الطريق أمام المبادرة المصرية وأن تستعجل في إتمام الاتفاق الذي رعته من قبل. هذا هو الذي يحدث الآن في السودان، ولا أعتقد أن الاتفاق إذا تم توقيعه اتفاق النهائي يمكن أن ينتج عن حكومة تستطيع أن تقدم شيئا. الآن التحديات الموجودة في السودان أكبر من القضايا المطروحة الآن للنقاش، قضية تفكيك النظام السابق أو بعض القضايا المتعلقة باتفاقية السلام، أو هذه هي ليست الأولوية الآن في السودان. الأولوية في السودان الآن هي للأمن
وكيفية جمع لحمة السودان حتى لا يتمزق، ثم البحث عن حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية الطاحنة في السودان. فما يجري في السودان الآن أكبر من أن يعالج بهذه الطريقة الفطيرة التي لا تقود إلى الاستقرار ولا تقود إلى السلام، بل ستزيد من جراح السودانيين وستعمق من الأزمة السودانية. والآن المجتمع السوداني انقسم أفقيا ورأسيا، ربما يؤدي ذلك إلى انقسام السودان، خاصة أن شرق السودان الآن يمر بتيارات داعية لانفصال شرق السودان، كذلك دارفور، كذلك مناطق السودان الأخرى، كذلك شمال السودان. الأزمة كبيرة الآن في السودان، الأزمة خانقة، ولا أعتقد أن هنالك سياسيين أو عسكريين بقامة السودان، والموجودين الآن جميعهم لا يستطيعون أن يحلوا هذه الأزمة في السودان ويسهبوا بالسودان إلى بر الأمان. نعم. هذه أزمة السودان، أزمة القيادة، أزمة الموجودين على سطح الحياة السياسية في السودان. سيد الرزيقي، يعني الاتفاق النهائي كما تعلم يشمل 5 قضايا، منها العدالة الانتقالية. هل تظن أن من قام بأحداث القيادة العامة يعني سيقبل بالمساءلة؟ هي قضية معقدة، والمدنيين الذين يتشدقون بمثل هذه القضايا قدموا تنازلات للعسكريين. أولا ظلوا يخادعون الجماهير أن هنالك اتفاق على إصلاح أمني وعسكري، هذا اليوم أعلن أن هذا الموضوع مؤجل لا يمكن المضي فيه. كذلك موضوع القيادة العدالة الانتقالية لن يتحقق، سيتحدثوا عن العدالة الانتقالية في دارفور ويحاولوا أن يفتحوا ملفات الحرب دارفور المتعلقة بالنظام السابق والمحكمة الجنائية الدولية، وهذه ليست من أولويات الآن. كذلك قضية الشرق السودان، شرق السودان كله يرفض ما جاء باتفاق سلام جوبا حول مسار الشرق، والشرق كله معبأ ضد هذا الاتفاق وضد أي محاولة للمساس بقضية شرق السودان أو محاولة معالجتها بأي رؤية كانت. فلذلك مع من يتم الاتفاق؟ قضايا سلام، الحركات الموقعة، أهم حركتين وقعتا على اتفاق السلام في جوبا هم حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو منال. هاتين حركتين خارج الاتفاق الآن، ولا يمكن أن يناقش اتفاق جوبا أو يفتح اتفاق جوبا للنقاش أو يعدل إذا كانت هاتين حركتين خارج الاتفاق الإطاري. فالذي كله يحدث هو محاولة لإلهاء المواطنين، وهو كله سعي للسلطة، تحاول القوى الدولية إعادة المدنيين المزعومين وهذه الأحزاب الصغيرة، إعادتهم إلى السلطة حتى ينفذوا البرنامج الغربي المطلوب في السودان، هو سلب السودان من هويته ومن ثقافته ومن عقيدته، ومحاولة جر السوداني إلى نزاعات تؤدي في النهاية إلى ضعف السودان وإلى تمزيق السودان كما فعلوا بدول أخرى في العالم العربي والإسلامي. نعم. إذن رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق إبراهيم الرزيقي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.